يعني للشهرة اللي حدثت في هذا العام ومواقع التواصل ساهمت في زيادة الأرباح لكم غير الأعوام الماضية وبنسب فارقة؟ احنا ممكن ما ننظر لها بالطريقة هذه، احنا نتكلم انه بعد ردود الأفعال وبعد الشهرة احنا متعودين على انه مقابل الجمهور، هذا من جهة. طيب أما من الجهة الأخرى انه سببت شوي ضغط على عملنا، لأنه وقت العمل ووقت ضغط العمل، لأنه على مدار الساعة احنا نشتغل من قبل ما يبدأ المهرجان بشهر ونص أو شهرين لين ينتهي. الآن أنا جايك من الجنادرية هنا، اي مشوار، اي ففي ضغط، يعني حتى الآن ما بعد خلصنا بعض الأشغال، فسبب ضغط أكثر. أنه